سيسي استغل الناس وألم الناس والغضب الشعبي وبتاع، وقام في الهيصة للمرة الثالثة أو الرابعة في أقل من سنة رفع أسعار المحروقات على الناس. سلخ قاعد يسلخ لتر البنزين من 12 وربع ل 13.75، لتر البنزين من 92 بقى 15 وربع ل 13.75. سلخ، غلا مستمر، مفيش دواء انهيار في كل حاجه، مفيش زياده رواتب تخلي الناس تقدر تاكل عيش حاف. لسه كان من 3 شهور كان رفع سعر البنزين والمحروقات، وفي مارس اللي فات قبل 3 شهور رفع الاسعار، وفي يوليو رفع الاسعار. ما بص ما يعني ما في كل ده سلخ في الشعب اللي مسلوخ اصلا، بيقطع في يعني ما بقاش فيه لحم حي، اللي الناس اصلا لا لاقيه وحرفيا بتموت في الجوع. الناس بتصرخ بهذا الشكل. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ سؤال وحيد بس لسياده رئيس الجمهوريه، حضرتك البنزين غالي تاني، كل حاجه غليت تاني. سؤال بقى وحيد لحضرتك، الناس اللي هي ولا موظف ولا عندها معاشات ولا بتاخد تموين ولا في اي وسيله دخل ثابته كل شهر، نعمل ايه؟ انا عايزه افهم بس نعمل ايه. خلفتوا عيال كتير ليه؟ حضرتك جبناهم في الرخص، كانت كل حاجه رخيصه، فلبسنا ان احنا معانا كل واحد معاه 4 عيال ومعاه 5 عيال، والانبوبه بقت ب 200 جنيه والغاز بقى برقم والكهرباء بقت برقم، واستاذ عمرو اديب طلع بيقول لك انتوا ما تتفاجئوش، هي الزيادات دي هتفضل ل 2025. 2025 ده مين اللي هيكمل معاك ان شاء الله؟ احنا مش هنكمل، احنا مش هنكمل، يعني انت هتعيش ل 25، احنا مش هنعيش. اشتغلنا ومشينا بما يرضي الله والله العظيم، ومشينا جنب الحيط، الحمد لله المشروع اللي عملناه جت البلديه خدته. وليه انام بالليل اصحى ليه كده برضو؟ ليه يعني هنروح فين بعد كده؟ احنا بقى غدينا، اللي يعرف يطلعني من مصر يبعت لي وانا معاه، ثاني يوم هيلاقينا عنده، خلاص كده جبنا اخرنا. الناس بتموت من الجوع في مصر، مش كلام. انت دلوقتي في مصر شغال ولا مش شغال، كده كده مش هتلاقي تاكل. لا يمكن تقدر تواجه الغلاء الفاحش اللي بيحصل كل يوم في مصر. ومدبول الحرامي خرج يقول لك مفيش غلا ولا حاجه، دي اشاعات، مجرد اشاعات. وتابع كل ما يثار على السوشيال بعد زياده الاسعار، بيتقال المفروض الدوله تركز على الانسان، ما المشروع اللي بنعملها هي اصلا للانسان، بنقوم بنخصيه. مفيش حكومه بتحب ترفع الاسعار، ونعي تماما ونعرف ان تحريك الاسعار مؤلم. بنرفع الدعم على البترول عشان نوفر وقود لمحطات الكهرباء، مش عايزين نرجع لقطع الكهرباء تاني. بص، تهديد وعيد، سلخ وعيد تهديد. لا يفرق مع مدبولي ولا سيدي ولا العصابة دي، انت بتصرخ ولا جعان ولا بتموت من الجوع، مش حاسين بالشعب. اسرقوه ليل نهار عشان يسددوا فاتورة بدخ ابن مليكة، قصوره وطياراته ومليارات وفي حساباته وحسابات عياله وشركاء مدنيين وشركاء من دول تانية، ويغمى والناس ليها الصريخ. بص، انا نصيحة مني ليك، طالما انت كده كده هتشيل الدعم، انت بتقول ان هتشيل الدعم، احنا عايزين نعرف اخرة الدعم ده اللي هو ايه، يعني انت عايز تشيله هتوصله لكام، يعني اللي هو ايه بالظبط؟ اديني رقم كده، ان اللتر البنزين مثلا مدعم دلوقتي حتى بعد الزيادة، فمدعم لسه بقد كذا، لا شيل بقى كل ده مرة واحدة يا جماعة. والله البنزين اللتر بقى مثلا بقى ب 20 جنيه، اللي هو ال 92 مثلا، بس بشرط يوم ما ينزل عالميا تنزله، يعني يوم ما ينزل بره ينزل جوه، ويوم ما يعلى بره يعلى جوه، بس برضه بنفس الطريقه، نزل قد ايه بره ينزل معاه، عالي قد ايه بره يعلى معاه. لكن قصه كل شويه انا هشيل الدعم، طب انا هشيل الدعم، طب الدعم بالتدريج عشان الناس ما تحسش. لا يا فندم، انت الناس باظت، مش بتحس. بتحس فين؟ يعني انا عشان افول العربيه ب 720 جنيه اللي كانت بتتفول ب 200 300 جنيه مثلا اقصاها كان؟ ليه؟ انا مرتبي فيه كام؟ يعني انا بالظبط كده 4 تفولات لو افول في الاسبوع 4 مرات عشان اروح شغلي مثلا، سوري، في الشهر 4 مرات،
المرتب طار في التفويل، يبقى عندي الكهرباء خدت نص المرتب والعربيه اللي بشتغل بيها خدت نص التاني. طب انا شغال بعمل ابيعها بقى ولا طب اروح شغلي بايه؟ يعني انا شغال بالعربيه، لو من غير عربيه مش هشتغل خلاص. شكرا. اكل واشرب منين واعمل ايه؟ قيس على كده، ده لاقي مرتب يجي لي اخر الشهر، طب بالك بالناس اللي مش لاقيه خالص بقى اللي ما عندهاش تعمل ايه؟ انت زعلان ان المواطن بيقول لك انا هسرق كهرباء او بيسرق كهرباء؟ ما ليه حق، طب اجيب منين؟ انا في فيديوهات الناس اللي بتموت من الجوع في مصر فوق ما تتخيل. الناس اللي حضراتكم بتشوف فيديوهاتهم دول ناس شغاله ليهم مرتب ثابت وليهم دخل، بس الوضع خرج عن السيطره. مهما كان راتبك، انا بتكلم على الغالبيه العظمى، مهما كان راتبك مستحيل هتقدر تواكب الغلاء الفحش عشان نسدد الديون. خرجوا يقولوا للناس ما حدش يقلق، فلوس البنزين هناخدها منكم هنحطها في تطوير التعليم والصحه عشان عيالكم. انتم كذابين، انتم كذابين ومجرمين. لا صحه، تحريك اسعار الوقود يساهم في تحسين كان نفع نفسه في كل اللي فات. والله كان نفع نفسه في كل اللي فات. يعني اللي بيحصل ده غير مسبوق على كل المستويات. وانت كمواطن بتتنفخ يوميا، تتسرق فلوسك، لا قلق على محدود الدخل، لا قلق على محدود الدخل. يا سلام يا سلام. احب اعرف التعليم والصحة دول بيتطوروا امتى؟ اسأل مين؟ وزير الصحة قال لك خليك شاطر واعمل زينا واسأل شات جي بي تي. بلد ما فيهاش سبرين، شريط الريفو اللي كان مكان الفكه مش موجود، مفيش علاج لا ضغط ولا انسولين بتاع السكر. بلد ما فيهاش اهم الادويه، بلد منهاره تعليميا في كل حاجه. المركز الاخير في العالم. عندنا نقص اكتر من نص مليون معلم واكتر من مليون فصل دراسي. بلد بتعمل سجون وكباري. ويخرج وزير الصحة يقول لك سألنا شات جي بي تي فقال لنا انتوا كويسين والحمد لله صدقناه واطمنا. وزير الصحة برخصة دولية قسما بالله قال كده. الفيديو ما طلع مع الرجال، يبقى يحطوه ان شاء الله في لما ينزلوا الفيديو على السوشي. يعني لما تسرق والاسعار تغلى عليا وفلوسي تتاخد بحجة قال ايه تطوير التعليم والصحة، اروح اسأل شات جي بي تي مصر متطورة ولا لا؟ اشوف بعناية ولا اشوف شات جي بي تي؟ احنا كمان سالنا شات جي بي تي قال لنا وزير الصحه بتاعكم ده عبيط وهبل. انما الشعب اللي عمل كده. مساله عدم تطور منظومه الصحه معقده ولها ابعاد تاريخيه اقتصاديه. من بين العوامل التمويل المحدود، يعاني قطاع الصحه من نقص التمويل، مقارنه البيروقراطيه والفساد والممارسات الفاسده تؤدي الى تباطؤ تنفيذ الاصلاحات وتحسين الاداء. ده شات جي بي تي يا ابو شات جي بي تي. انا ما شفت، انا عايز مسؤول واحد في العالم طلع قال كده. الناس بتموت على بواب المستشفيات ويقول لك اسال شات جي بي تي، لا قال انكم كويسين. احنا اللي عملنا في نفسنا كده، انتوا اللي وصلتوا واستنفذتوا كل وسائل المساعدة منا ومن غيرنا. الخبر ده نزله اليوم السائع دعارة إعلامية عن الإسكان الاجتماعي المحدود الدخل. تغيير الحد الأدنى والأقصى لمحدود الدخل ليصبح 12,000 جنيه للأعزب. حرفيا الردود من الناس كانت عبارة عن حاجتين: شتائم للسيسي بالأم لا نقبلها، أو سخرية من الخبر بهذا الشكل. ده ردود الناس. طبعا مستخسرين الشقه وعايزين يبيعوها بارقام للي يدفع والغلبان يتفلق. يا جماعه هو بيتكلم على عاوز شقه بالاصل ومحدش يفتكر حاجه تانية. محدود دخل ايه؟ انا بقى 14 سنه في سيراميكا كليوباترا مرتبي 5200 جنيه. بلد معانده نفسها في كل حاجه. اقسم بالله منتهى العبث. الموضوع بقى سبوبه ومحمود محدود دخل يدور على حد يديله في عينه احسن. بقى يعني احنا عانينا عشان نعرف نلاقي ردود نزاحها لحضراتكم. والله العظيم
المحدود الدخل. انت بتفتكر كلمة ان الناس بتموت من الجوع دي مبالغة في مصر؟ كان زمان يقول لك محدش بيموت من الجوع، لا الناس بتموت من الجوع حرفيا. يمكن طلب شخصي، انتوا عارفين انا في الاقتصاد والكلام ده مش شاطره قوي، عايزه حد من خبراء الاقتصاد او علماء الاقتصاد يشرح لي ميكانيكيه زياده سعر البنزين كل شهر وبنسب متفاوته، هي قائمه على ايه؟ قائمة على اننا عندنا ديون لازم نسددها يا استاذة، عندنا ديون متلتلة لازم نسددها. سيسي مش هيعلن افلاسه، يعلن موت البلد كلها، مش هيعلن افلاسه. كان في مؤتمر كده مع وزراء صحة لبعض الدول، خرج المجرم وراه شوية القلاضيش مديهم ظهره وقال لهم كده على البنية التحتية اللي هو انكس بيها مصر. جه السيسي خلاها متطورة، البنية التحتية اللي بيتكلم عنها مثلا الطرق والكباري، كان في افتتاح لطريق اسمه الجلالة، مصر كانت يومها في عيد، وخرج اعلام العار وقعدت سنتين ثلاثة يعمل كل شوية حفلة بسبب طريق الجلالة، وحضرتك اتعمل له مهرجانات وقصص ما حصلتش قبل كده، مصر بتحفر الصخر، انجاز هندسي ادهش العالم، لا بلا 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 بلا. طريق الجلالة ده للأسف الشديد حصل معجزة في حضن الجبل، حصل فيه مأساة كبيرة جدا من أيام. طريق الجلالة ده حصل فيه مأساة كبيرة جدا من أيام. ارتفاع عدد ضحايا حادث الجلالة إلى 13 بعد وفاة طالبة متأثرة بإصابتها. قال لك اسأل شات جي بي تي. لما سألته عن طريق الجلالة بصراحة كان رده معيب. دي صرخات الشباب والطلاب بعد حادث طريق الجلالة المؤلم بسبب نقص المرافق. المعجزة العيال اللي في الجامعة مش عاملين لهم سكن، بيسافروا كل سنة كل يوم بهذا الشكل، فمات 13 واحد. اسمع العيال وهي بتصرخ في الطريق المعجزة. اهلينا احنا اهلينا طبعا والله يا حبيبي، عاد اهلينا تعبانه قوي، عاد انا وابويا وامي تعبانين يا حبيبي، عاد امبارح بيخطوني دول النهارده الصبح عاد مش عارفين انا مش عارفين انا ولا لا، عاد انا ايه ذنب انا وانا انا ابويا انا اروح ليه؟ عاد ليه انا ما احسش بالامان حبيبي؟ عاد انا ما يكونش حاسس بالامان ليه؟ عاد ليه يعني؟ عاد احنا مدافعين جنب قلبهم ليه؟ عاد عاد يا حبيبي ليه؟ عاد دلوقتي عشان ارجع القاهره لاهلي من جامعه الجلاله انا قدامي طريق من اتنين، الاول ان انا اركب مع شركه جو باص اللي الجامعه متعاقده معاهم اللي طالبين اسعار خزعبليه، عايزين 8000 جنيه عشان الواحد يركب معاهم حرفيا يعني اربع خمس مرات في الترم. شوف انت بتنزل يعني كطالب طب الواحد بينزل كام مره لاهله اصلا، يعني مرات تعدى على الاصابع ادفع عشانهم 8000 جنيه، يعني حرفيا كل مره تقريبا اكتر من 1000 ونص يعني. الناحيه الثانيه بقى بنلجا كلنا للشركات اللي بره الجامعه، الهاي اس اللي هي الباصات الصغيره اللي على طريق الجلاله اللي محفور في هضبه الجلاله معرض انه يتقلب ولا يحصل له اي مصيبه، وهم هنا الناحيه الثانيه في عالم مواسي يعني عايزين 8000 جنيه عشان الواحد يركب معاهم حرفيا اربع خمس مرات. مش ممكن، اصل عملنا جامعه ونسينا نعمل جنبها سكن جامعي، البنيه التحتيه، الله يرحم اللي ماتوا ويصبر اهاليهم، بس اكيد الليله هيشيلها السواق، بلد بتحكمها العصابه المجرمه، بعتلهم لواء يتجاهلهم ويشرب السجاير والعيال قلبها وكلها على زمايلهم اللي ماتوا. صاحبك اللي بيدخن ده ما تحترمنا يا عم. انا وانا انت رغبه ولا ايه؟ بس معلش انت بتجيب ايه؟ مش احنا بنتكلم دلوقتي، احنا بنتحضرك بالرحمه عبد الباشا، احنا بنتكلم في حاجه دلوقتي، حاجه عامه، حاجه على الحفظ. الله يرحم الطلبة ويصبر أهليهم ويسكنهم الفردوس الأعلى. بالنسبة للطلبة اللي نجوا من الحادث وغيرهم، تم إبلاغ هؤلاء اللي بيحاول يتكلم بمنع الحديث تماما، منع الحديث تماما، حدش يفتح بقه. فاكر العيال اللي كانوا اتكلموا على ارتفاع المعاهد الخاصه السعر؟ وريتك بعد كده العبيد هددهم ازاي، اللي هيفتح هنحبسه هو وامه. احنا دلوقتي بنبيع طرح النهر الاراضي اللي على البتاع عشان نلحق
نسدد الديون. بص جامعه حلوان كليه سياحه وفنادق بيعملوا فيها ايه؟ كل حاجه عشان تزيد ديون. بيان هام بشان تاثير قرار اداره اراده الدوله على كليه سياحه وفنادق جامعه حلوان. كلية تلقت خطاب يفيد باصدار قرار رسمي من اداره مشروعات اراضي القوات المشلحه بناء على توجيهات نيكسا يقضي بالغاء وعدم تجديد عقود حق الاكتفاء لكافه اراضي النهر الممتده من شبرا حتى حلوان، والتي تشمل اراضي مخصصه لانشطه تعليميه واداريه خاصه بالكليه. الجامعه كليه السياحه والفنادق دي ليها حتت على عشان بيتدربوا اسمها سياحه وفنادق على النيل. ورد الينا خطاب السيد لواء حماده مدير اداره المشروعات اراضي بناء على توجيهات رخيصه صدرت بشان الغاء وعدم تجديد عقود حق الانتفاع بجميع اراضي طرح النهر من شبرا حتى حلوان، منها اراضي طرح النهر بالمنطقه المخصصه لتطوير مستشفيات قصر العيني. الشريط كله بلا استثناء مشتملا كل من المسرح العائم والنادي وشرطه المسطحات المائيه وحديقه ام كلثوم ونادي النيابه الاداريه. شوف حضرتك لما يصل ان ياخد منشآت الجيش والشرطه كمان، اعرف ان مستوى الديون وصل لمرحله مخيفه، مما يضع الكليه في موقف حرج يهدد وجودها في موقعها الحالي، والذي يعد جزءا من هويه الكليه وتاريخها الممتد لعقود باعتباره مرتبطا بالنشاط السياحي والفندق المحيط به. كليه سياحه وفنادق دي ليها مكان للتدريب على النهر، هيتاخد ضمن كل الاماكن دي بسبب الفلس. سيسي بيبيع كل حاجه لابو غطره وعقال. مصر اتحصرت من الحدود، تيران وصنافير، راس بناس، راس جميله، راس الحكمه، حدود مع حفتر من الناحيه الغربيه، ومع العرجان في سينا، ونهر النيل مع سد محبوس بسد النهضه، وبيع شركات ومصانع وفنادق وبنوك ومستشفيات. بلد متحصره حصار غير طبيعي. الاراضي اللي على النيل دي لو تقدر بثمن، افهم، محدش كان متخيل ان تتسحب الاراضي من منتجعات النادي قضاء الاداري والنادي معرفش مسطحات ايه، كله بيتسحب عشان يتباع للخلايجه عشان بس نسدد فوائد الديون. والناس نايمه، والناس نايمه. سحب اراضي طرح النهر من شبرا لحلوان، كله بيتسحب، كله بيتسحب ليه؟ عشان اللي بيشتري. تلقى مجلس خطاب المدار المجلس سعيه لايجاد حلول مناسبه وطرق جميع الابواب. ابواب مين؟ مفيش ابواب تطرق، مفيش ابواب بتطرق. بدورها تلقت كليه السلاحه وفنادق مقرها بجزيره، حذرت الكليه من سلبيات فقد موقعها الاستراتيجي. كله بيتباع، كله بيتباع. ناس في السجون، وناس دفعت أثمان غالية جدا من عمرها ومستقبلها، وناس ضحت بحياتها عشان الناس تعيش بكرامة، والناس أصرت تكمل الطريق.